كل سنة هجرية، السنة فرحانين كل سنة وانتم طيبين، والدولة تدي أجازة للعاملين فيها عشان الفقهاء قالوا كده إن إحنا نحتفل بعيد رأس السنة الهجرية. جماعة الشيعة بقى زعلانين، ليه يا جماعة زعلانين؟ قال لك اسمه تم قتل سيد الشهداء الحسين في شهر المحرم، فإحنا بنعمل جنازة من أول محرم لحد 10 محرم، 10 محرم اللي هو يوم ما اتقتل، يعني هو اتقتل 10 محرم. اتقتل 10 محرم يروحوا اهل السنه عاملين حاجه اسمها عاشوره. ايه عاشوره يا سيدي؟ هم يوزعوا اطباق قمح بسكر ويحلوا بيها وياكلوا حلويات وينبسطوا قوي، ويقول لك اصله ده اليوم اللي نجى فيه ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى واليهود. طب انت بتحتفل بموسى واليهود ان ربنا نجاهم، وسايب سيد الشهداء ابن بنت رسول الله، ما انت زعلان عليه علشان اللي قتلوه تبعك؟ ما هم اللي قتلوا اهل بيت النبي كلهم من اهل السنه. انت بقى جاي سنه 2020 مالكش دعوه بالالافات السنين اللي الف سنين اللي فاتت دي، ولا 1420 سنه اللي فاتت دي مالكش دعوه بيها. جاي تحتفل انهم ماتوا؟ جاي تحتفل باسرائيل؟ جاي تحتفل بانه اليهود ربنا نجاهم؟ مش عايز تحزن ان حفيدك مات؟ حفيد النبي مات، كل احفاد النبي ماتوا،